يعني المستوى القدام المنتخب المغربي يعني حقيقة منتخب متكامل. ونفس الحديث تكلمنا قبل شوي انه لاعبين يعني يلعبون بدوريات عالمية. زياشي يعني المبارتين يعني قدم. انا حاليوم يعني التقرير قريت انه يمكن الميلان راح يعيدون النظر بتجديد عقده او كذا هيك بالموضوع هذا لما قدمه من المستوى رائع، مو بس هو ولكن المنتخب كتيم كامل. اتوقع له يمشي، يعني اتوقع له يمشي بعد خطوه خطوتين اذا مو اكثر. ممكن يعني كره القدم انا قلتها بهالبطوله المتغيرات كثير تحدث والتوقعات كلها مو صحيحه. يعني انا البارحه توقعت السنغال الاكوادور لان الاكوادور 4 نقاط، هذا 3 نقاط عنده الافضليه له، تعادل يصعد صحيح. يعني هيك حسبت حسابات انا وهاليوم خسرت. لا بس من تشوف اداء المغرب امام بلجيكا منتخب شرس. وتم عندك ترى بلجيكا من مو ذاك الفريق، هي مو مستوى ذاك المستوى رغم انه هي مصنف ثاني عالميا قبل استاذ علي. احنا نحسبها بين الفريق المنافس مستواه افضل، لو احنا افضل كمثال يعني نقول احنا احنا نقول افضل احنا، بس ذاك همنا اقل من مستوى. يعني انت مثلا هازارد ما عنده يعني مو ذاك هازارد اللي يعني حتى بالريال دي بروين موسي دي بروين حتى دي بروين مو زين حتى دي بروين مو زين انت، لان انت الفريق المغربي عنده عناصر شابه، عنده عناصر دي يلعبون يعني ينافسون دي بروين بالدوريات موجودين وياه احتكاك على احتكاك معاه مباشر. فلهذا السبب اللاعبين والعناصر الموجوده ما يقلون قيمه واداء من المنتخب البلجيكي. طيب السعوديه وما قدمت لغايه الان؟ السعوديه احنا انا طبعا مره من المرات قريت تقرير الى كيفيه اعداد منتخبات السعوديه يعني الفئات العمريه وانت صعودا بالاشهر بالست شهور 4 شهور 5 شهور معسكراتهم جاهزه في اسبانيا، يعني حتى لغه دي يعلموهم صح. زين انت من يعني ها ومعاهم امير يعني سعودي هو يمكن مال وزاره الشباب اللي مع رعايه الشباب هالصيغه ما اعرف هو المسؤول هو معاهم. زين انت من تعد جيل بهذا الطريقه بهذا المستوى العالي شوف رزلك انت. يعني هاي واحده. اثنين الدوري السعودي من افضل واحسن وارقى واقوى الدوريات اللي موجوده عندنا على مستوى مدربين وعلى مستوى لاعبين محترفين. فعندما تكون عندك هذه العوامل كلها زائدا ما نريد نحكي على البنى التحتيه ما نريد نحكي عليه، من عندك تكون عندك هاي العوامل كلها شي يفرز لك انت راح يفرز لك يعني منتخب مميز. المنتخب السعودي من مباراه خسر صحيح لكن قدم اداء ومستوى راقي جدا. انت شلون ترتاح لما تشوف فريقك حتى الريال مثلا يلعب يخسر بس مرتاحين بس لعب ادى الواجب. السعوديه كنا تقبل او ما تقبل كنا نتعاطف ويا السعوديه، كنا نتعاطف ويا المغرب، كنا نتعاطف ويا قطر طبعا. لكن من تحكي تقول لي على مستوى انه العرب ادوا اقول لك ادوا باستثناء مثل يعني قطر ما ادت، لا اما البقيه لا. كنا يعني حتى تونس ما ظهر بالصوره المعروفه عليه العرب افريقيا. يعني المنتخب التونسي هم لا تنسى يعني هم الفريق اللي موجود عنده هم ما يقل شأنا من شوف استاذ علي انا رحت بطولات هواي احيانا فريق ما يدخل بالفورمه احيانا فريق يدخل بالفورمه من اول مباراه من اول ما يدخل الملعب ويتسحب. اكو قسم لا مباراة ولا جيد، مباراة ثانية نزل دروب. قسم من اللاعبين اصلا قسم المنتخبات اصلا ما يدخل لك بالفورمة ابدا ولا ابدا. المنتخب التونسي لو تشوفه وتلاحظ شوف الاسماء اللي موجودة وين دي يلعبون حتتفاجئ ترى. يعني فريق ممتاز، فريق متمكن، فريق عنده قابلية، لكن هذه ظروف كرة القدم. تقول لي بس ما أدى، أقول لك لا أدى. المنتخبات اللي أمام اللاعب ضدها يعني منتخبات مو قليلة. لهذا السبب انه بعض الاشكالات تصير انه المنتخب هذا يضم اسماء كبيره ما اعرف ايش وما قدمت. هاي ظرف كره القدم، كره القدم متغيرات بلحظات تصير. زين بالحديث عن السعوديه وما قدمته بهذا المونديال كل لاعبيهم محليين، معناها الدوري المحلي ما يرتفع مستواه ينتج لك منتخب عالي. طبعا كابتن
المنتخب السعودي عنده دوري من أول ثلاثة بآسيا، عنده فرق على مستوى آسيا، والدليل آخر الهلال طبعاً ما قدم دوري أبطال آسيا وبطولة أندية العالم، واجه تشيلسي وهذه الاحتكاك. اختيار المحترفين اختيار دقيق، بنى تحتية مستشارين رياضة صحيحين، خطط للرياضة مستقبلية وآنية موجودة. أنتج المدرب مو منتخب، منتخبات أنتج. حتى منتخبات الفئات العمرية بالسعودية لا تضاع طبعا. خطط الرياضة تدرس، الرياضة تدرس. بس أعتقد الوضع السعودي يمكن يأيدني كابتن حسن ما مقتصر على اتحاد يدير لعبة، لا لا، هذا شغل دولة واضح. طبعا صحيح صحيح. منو عجبك من المنتخبات العربية ما بين قطر، سعودية، مغرب، تونس؟ المغرب. المغرب عجبك المستوى؟ يعني قدموا مستوى واداء يعني تنظر له يعني الجانب يعني ومنتخبات يعني أوروبية يعني من لعبوا لعباتهم شوف عليهم قدموا واداء حلو. هم المغرب تعادلوا ويا كرواتيا وفوز على بلجيكا، فوز على بلجيكا هنا، والثالثة أمام كندا، كانت خوش نتائج. طبعا نتائجهم حلوة. طبعا شنو رأيك؟ منتخب المغرب منتخب متكامل وعناصره يلعبون بأغلب الأندية الأوروبية. هسه تبي مجموعته من تفوز على بلجيكا وتعادل ويا كرواتيا هن اللي مرشحات ان يصعدن من المجموعة. صحيح صحيح. فمعناه انت فريق بطل داخل مو فريق عنده يعني عنده الفرصة. وعنده الفرصة امام كندا، لان كندا الان غادرت بشكل رسمي. رسمي غادرت. ففوز على كندا ممكن يتأهل او تعادل. قادر المنتخب المغربي يفوز على كندا. ومنو الاقرب؟ مغرب لو سعودية للتأهل؟ وان شاء الله اثنينهم. الاقرب المغرب، بس السعودية فرصتها يعني موجودة، فرصتها بيدها موجودة صحيح، فرصتها بيدها. وبالمقابل الأرجنتين راح ينافس إجابه يعني المنتخب البولندي. صحيح. منتخب البولندي مو سهل يعني دا يعني ما يغلب الأرجنتين يتعادل وياه. احتمال يتعادلون؟ ايه ممكن صحيح اتفق وياه. يعني بولندا فريق قوي يعني مقارنة بالأرجنتين اقصد. أنا قلت لك منتخب الأرجنتين متواضع السنة، هم متواضع، فريق متواضع جدا. يعني آخر فوز لهم يعني والله ما حسبه فوز يعني بصراحة. بما يعني ما قدمه من مستوى يعني جدا متواضع. طيب